كذلك من بين المعطيات اللي عطتنا المندوبيه الاجتماعيه اللي تختلف كذلك المستوى التعليمي للجامعه، يعني وفق الاحصاء ديال 2014 كيعطي لنا يعني المستوى التعليمي للساكنه يعني بالطبع، يعني كيقول لك مثلا 26.5 يعني هي نسبه الاميه، كاين اللي عبروا على انهم على الاقل عندهم تعليم اولي 1%، كتلاحظوا على ان التعليم مثلا الابتدائي 1.33%. كل داك الشيء اللي حنا نسيتو لينا واش تغيروا في اخر دقيقه؟ لا ما تغير، لا تغير بزاف ديال التغيير، وخلينا نكمل وكمل راه كاين بزاف ديال التغيير. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نهار كتوالى مدورة استثنائيا 29 عمل الجماعة. العمل الجماعة كان متميز وكان استثنائي على الصعيد الإقليمي، لأن كاين في الأطر الجماعة تشكرت نطاس بدلنا المجهود جبار. وعمل جماعة حقيقي مبني على الثقة ما بين المواطنين والجماعة، ونطرق لشي جميع المشاكل اللي غنكتبها. يمكن بعض الاخوان تستنى قضيه الزياده، انا عندي 4 زياده، ولكن نزل السيد نفسي وفي الاخير صديق بالاجماع. امتنع عن بعض الاخوان اللي مساحبين، ولكن لا يضر ان الاغلبيه تصوتت. الحمد لله داك الشيء داز على احسن ما يرام، والشكر مره ثانيه للاخوان الموظفين الذي سهروا عليه لمده شهر ليل نهار، واشكرهم جميعا. عارفين الجماعه نص 20 مليون نص 15 مليون باش نمش يمشي الدراسات وتجي لنا مولاش فارقين في الجماعه في المغرب، ولكن الحمد لله كل شيء عدو بخير. والسلام عليكم. انا محترم نقول لكم واحد الحاجه، رمضان مبارك، انا نمشي، انا ما نقدرش الرئيس نعشاك. انا ما نقدرش بسم الله الرحمن الرحيم. كم محمد بن علي مستشار جماعة المنصار. نهارة غامض دورة استثنائية لسج نقطة برنامج عمل 2022-2027. تصدمة خنقة عم يدمج بذل الموظفين شلون لي بانو من كين من كين مش عارف. كسير تلاحظ ديج المجموعة الملاحظات شنو واخد السكن شادي تفتارني برنامج عمل ما حدا ديس نناقش ديس نسيون. عاوز خون قاني امي بشي الكلمة الرئيس التصويت من برنامج عمل، واذا غير كشي بور وقت اناقش برنامج عمل، قوض برنامج عمل وزبوا 2022 2027
وا شنو القانون شنو المعارضه شنو القانون المعارضه الرئيس غاس الاغلبيه ولكن خص يحسب بلي الشيء قصود خن السكينه يخص يناقش ديك النقط قينا برنامج واد برنامج عامل وتجيبوا النقطه عاديه تعدويه منوها ايوا شنو من دوم غانيها هالبلديه الشعب على غاري مرفوع عليها القلم.